1990 كان كأس الخليج في الكويت، وكان قبل يعني أنا جيت في الاتحاد فترة يعني تقريبا 9 أشهر قبل كأس الخليج، وكان عندنا مشكلة مالية، فاضطرينا نحن عن نستغنى عن مدرب هيد روكوت وفتحي نصير عشان نحصل موازنة اللي ممكن نروح كأس الخليج فيها. وهذه الموازنة هي بتكون بس للمعسكر، ما للطائرة ولا شيء. وكان عندي علاقة جيدة مع الإخوة في وزارة الدفاع، وجزاهم الله خير هيئوا لنا طائرة تودينا إلى الكويت وترجعنا إلى الكويت، من الكويت إلى مسقط. و بعد ما حصلنا على الأموال، يعني كان في ضجة، ناس كان ما حتى أعضاء مجلس الإدارة كانوا ما مبسوطين إنه تفنيش الخبير، ظروف ما سمحت يعني ما في موازن. فالحمد لله يعني الفريق، وكان كوتش مان بان باتسكي من لاعبين الألمان اللي لعب في كأس مكسيكو، فاتفقنا إنه موسى بابا كان موجود معنا، كموسى بابا اشتغل كمساعد، وعبد الرحيم سليم معهم. فعملنا مع بعض الفريق، كان في معسكر في ألمانيا ولعب عدة مباريات تجريبية وفي ألمانيا، يعني لعبنا مع بايرن الفريق الثاني اللي موجود هناك، ولعبنا مع في عدة فرق يعني بافاريا، وكان في احتكاك جيد. يعني البايرن استغربوا، يقول انتوا اول نزلتوا سيف العبسي اول هذا جاب جول علينا، بعدين فازوا علينا ب3-1، فيعني كان فريق جيد قدر الامكان. فنحن هدفنا الكبير انه ما يعني ننهزم كما دائما ننهزم ب5 و6 اجوال، يعني على الاقل نجي بشويه اقل اهداف في مرمانا. على بدايه زمن الشوط الثاني من المباراه، كرة اللعب عالية وطويلة تمر خطرة، جول الله حلوة، ايضا خطأ دفاعي، ايضا خطأ دفاعي من علي سلاطي لما شارك هلال احمد، وكرة بتمر جنب المدافع على طول ما يتوانى فيها اللاعب اللي هو طيب عبد النور، بيحطها بيساره على يمين يونس احمد في الجول. مباراة فيها 4 اهداف وهدف تعادل الفريق العماني. شوف لما الكرة كانت مشتركة، كان مباراة افتتاحية مع الكويت، فمطر خليفة أول مرة مطر خليفة يدخل جول في الكويت، وهذا تاريخ للكرة العمانية أنه يدخلوا جول في منتخب الكويت. فالفريق الكويتي جرب يعني بكل قوته عشان يتعادل معانا، ويعني صار ارتباك في الدفاع آخر دقيقة وجابوا جول. الى اليوم انا ما مبسوط، من اجل ما كان في شيء غلط من الحكم، لكن خلاص تعادل، كرة قدم فوز وتعادل وهزيمة، فتقبلنا هذه المباراة. وبعدين المباراة الثانية لعبنا، والثالثة ومباراة البحرين انهزمنا نحن، لكن مباراة كل تعادل حتى مع العراق كان شيء جيد، واول مرة في تاريخ عمان نحن ما طلعنا الاخير. فالحمد لله يعني امور رأي انه صار ايجابي كأنا كرئيس اتحاد، انه نجحت مع اخواني اعضاء مجلس اداره انه تفنيش الاخوه هذا المدرب فتحي نصير وهيدروغوت، حصلنا موازنه عشان نصير كاس الخليج وجبنا نتيجه يعني كاس الخليج. منتخبنا زاهر، خطا لمنتخبنا زاهر، يعلي كره حلوه حطها بالمرمى، الله 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 حلوه يا زاهر. في لجنه في الاتحاد، لجنه فنيه لتقيم كل مباراه، تقيم قبل المباراه وبعد المباراه، لازم تقيم ما بس كذاك. بعدين نشوف المدرب، مو اسباب انه فوزنا نحن، ومو اسباب نحن هزيمه وتعادل نفس الشيء. بدون كذا ما ممكن نحن نجيب مدربين بس نعطيهم اللي بغيه، لا ما يصير هذا الكلام. فكان هو يستلم مبالغ كبيره
لازم يكون يعلم انه هناك في سؤال لهذه المبالغ الأسماء، في سؤال عليه وانا لازم ادي في الميدان. رحنا فريق موسى بابا وفريق باسكي، فرنسا كان انا معسكر ما ألمانيا. ف واحد من اللاعبين ما اطري اسمه، من اللاعبين الكبار من هدافين يعني، تاخر وانا موجود في الميدان، تاخر عشان اضبط جوتي ماله. هم واقفين، جاء مدرب قالوا شوف اعطيك دقيقه، اذا ما دخلت الملعب برا سافر ترجع عمان. الاخ هذا اللاعب قال رئيس تسمع مو يقول المدرب؟ قلت له هو بوس، ما انا هنا، هو مسؤول، خلاص ماشي كلام. راح بسرعه عرف، بعدين ما نزله مباراه تدريبيه، ما نزله، زعل كيف ما نزلني؟ قال تاديب لي هذا التاخير، عشان بس ما ضبط ديوتي على موعد، فكل شيء على موعد. بعدين نفس الشيء اذا تمارين يقول لك المدرب الساعه 6 في الباص، اللاعبين كلهم في 6 في الباص، لتاخر يوم يجي ياخذ تاكسي، يجي مكان مال التمرين، يقول اوكي الحين انت 10 لفات تاديب. فهناك في نظام، هناك في اسس، هناك في كمان فنيات تكتيك وتكنيك، إيش نحن نوصل لمستوى أعلى. فالحمد لله أنا رغم أقول إنه نجحنا في كأس الخليج في الكويت. كيرتين وكرة ملعوبة للطيب، والطيب ماشي يلعبها حلوة، حبة 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 حبة، جول جول جول، الله 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 الله، مطر خليفة، مطر يا مطر، مطر خليفة، مطر. شوف شوف قبلتها شوي عادة بالبطيء، كرة فعلا مطر خليفة، بيعدي من باسل عبد النبي وبيطوح حارس المرمى سمير وبيحطها بالزاوية الصعبة، شوف عادة بالبطيء، شوف الطيب لعبها حلوة بينية، كرة سهلة مسهلة لمطر خليفة ومن دفع مطر، شوف بيعدي من حارس المرمى وبيكملها باسل عبد النبي في مرمى محرز منتخبنا الهدف الأول في الدقيقة 7 من الشوط الثاني. شوف عاد هذا مطر، مطر خليفة حلوة يا مطر. شوف أنا بقول لك صراحة، واليوم ما مر 20 سنة تقريبا، نحن وصلنا كأس الخليج في دوحة، وجاء الوزير قال أنا أبغى أشوف اللاعبين، قلت اللاعبين نحن اليوم في التمرين، فما شافهم، قال بس ما علي أشوفهم بكرة بعد المباراة. احترمنا كلام وزير، وصار مباراة، صارت مباراة يوم انهزمنا، صرح الوزير في جرائد عمان إنه نحن هذا كبار السن وقصار القامة نتخلص منهم. فأنت شوف بيلي وأنا أطول عنه، مارادونا أقصر كثير عني، فهذا للاعبين الكبار نفس الشيء. لا هذا قاريو شباب، رسالة هذا اللي جيت في الجريدة تحطمت معنوياتهم، 6 لاعبين كان ما بقوا يلعبوا، كان قال نحن خلاص يعني نحن كبار سنة خلاص، ليش نحن نلعب ما يبغيونا. 1-1 بين قطر وعمان، وكرة ملعوبة لمنصور خضرة بيحطها بالجول، حلوة 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 حلوة، منصور مفتاح يستخدم خبرته في هذه الكرة بعد ما لعبت له. الشيخ أحمد كان واجد زين طيب معي، حتى مرة في كأس الخليج في كأس العالم 1990 في روما، انا خطفت انا واخ قيس عصفور كنا نمشي، فلقيناه هو في مقهى هو وشله ماله، قال لهم يا شباب روحوا، ويا قيس روحوا معاهم، ابغى سعود بس يجلس معي كقيادي في الكره الكويتيه والكره السعوديه، كان يحبوا بعض كثير، يحبوا بعض. لكن مره يقول لك السعوديه ما ممكن تفوز بكاس الخليج الا تشرب ماء زمزم يعني من هذا القبيل يعني. فيعني كان في عندهم روح رياضيه وتفاهم. الان الى عبد الله حمدان، عبد الله حمدان مع الكره، عبد الله
مع الكرة عبد الله بيحاول يشوف خانة عبد الله وحتى الآن ما رفعها لعبها عبد الله. عبد الله جول 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 حمسي جول حمسي جول 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 سيف الحمسي سجل جول خلاص الحكم قال جول والكرة دخلت جول وطلع المدافع من داخل الجول. الحمسي يحبس أنفاس الكرة بين الثلاث الخشبات في الشبك. الحمسي يسجل هدف التعادل والهدف الأول لمنتخبنا في هذه الدورة. أول شيء تعرفت مع الناس، بعدين علاقات كان عندي علاقات مع إخوة خليجيين، علاقات قوية واحترام كبير معهم. في نفس الوقت أنا كنت عضو أول كأس الخليج، عضو اللجنة المالية في آسيا، كأس الخليج اللي في قطر أنا كنت نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، فكان عندي مجال كبير لتعاون مع الإخوة وتعاون ما بس خليجية، آسيوية ودولية. وعملت صداقة مع الإخوة عرب والأجانب، يعني الدول بريطانيا والألمانيا وفرنسا، فكان علاقة قوية وعلاقة طيبة جدا. حتى لو ما أقول بعض الدول الخليج، أنا اللي ساعدتهم علاقة مع الألمان ومع الإنجليز.